اسمي سماحة علي النفاتي، خريجة علم أمراض من تقنية طبية قسم باثولوجي. التوعية والوضع اللي تمر به ليبيا وحالات الأمراض اللي منتشرة وفي السن الصغيرة زي ما قال الأستاذ ساسي من 18 يعني من 15 سنة تعاطي المخدرات بشكل كبير في المدارس، فحبينا نوعه من ليبيا يعني تمر بأزمة. فأهم حاجة يعني بجد إن إحنا نلفوا على الطلاب على الجيل يعني المستقبل، فهم أملنا، فلازم إن إحنا نوعوهم يعني من واجبنا. يعني توا بالنسبة لي أنا توا في المركز الساري للأمراض لي حوالي قريب أسبوع مداومة فيه، يعني استقبال يعني بجد الدكتورة عليا والأستاذ ساسي ورئيس القسم الأستاذ دكتور حسين، يعني شفنا عندهم مجهودات يعني تولية أسبوع على طول توعية، يبوا يحاولوا إن هم يديروا لمسة لليبيا، يحاولوا إن الأطفال ما تضيعش. أنا عندي أهم حاجة يكونوا الأطفال يقتنعوا بالمحاضرة، مش إجباري إن هم موجودين في الساحة، أهم حاجة يوصلوا لها إن هم لازم يقتنعوا بنفسه إن هو باش يكون ما يوصلش لهالمراحل اللي نشوفه فيها في هالمركز يعني. وصراحة يعني حتى المركز يعني بنوعيهم مش مقصرين، يعني مش معناها كان يجاني المرض ولا نيت عطيت ولا غيره من هذا كله، ما فيش علاج، ما فيش ناس تسمع، ما فيش، بالعكس المركز خلال أسبوع فقط بس شغلت فيه شفت الحب يعني والاستقبال وعدم الرهبة يعني من المرضى اللي جايين وباء كبدي إيدز إن إحنا يعني نتهربوا منهم. لا صراحة المركز يعني أعطاني خلال أسبوع حاجة يعني غريبة، انصدمت أنا شخصيا. أول ما يوم شيت لقيت حالة مقعمزة وجنبي ما نحسبهاش حالة، نحسبها تشتغل. قالت لي أنت هنا يا شيني، قلت لها أنا توا خرجت علم أمراض باثولوجي ونبي نخدم. ناضت تبكي منهارة، قالت لي العلم كويس، أنا تدمرت، أنا جاني مرض الإيدز والحمد لله لا هبتها لا شيء. يعني بجد لقيتها تتكلم معي، لقيتها أن هي فرحانة في علم، في ناس تسمع لها، في أمل إن هي تعيش، مش إن هي انعزلت. ويعني في مجهود صراحة في مركز. الرسالة اللي بحاول نوصلها للطلاب إن هم لازم يقتنعوا بالمحاضرة، مش عبارة عن جلسة إجبارية قاعمزوا فيها. لو إن هم اقتنعوا أكيد حيساهموا في بناء الدولة وفي عدم انتشار هالأمراض هذه.